ماشي ماشي يا باشمهندسين، نكمل بقى دلوقتي ونخش ان شاء الله على الدياجونالز. طيب الدياجونالز هنعمل، هنحاول نبسط الموضوع في الاول، نفهم الكونسبت بتاعه، وبعد كده هقول لك في الاخر تعملها ازاي بسرعه. يعني هو في الاخر في طريقه تنجز الوقت، بس عشان تبقى فاهم ايه الخطوط اللي انت بترسمها ديت، وبعد توصل وتطلع واحد على ساين الفا وتطلع بحاجات غريبه كده الناس مش عارفه هي بتعمل ايه. فاول 5 دقائق كده هنتكلم اثبات بس الحاجه اللي انت بتعملها. طيب الدياجونالز دي يا باشمهندسين، ان انا هاجي الدكتور في الامتحان هيجي يقول لك يا باشمهندس واحد من الدياجونالز دول هات لي فيه الاسترينينج اكشن بتاعته اللي هو الماكسيمم فورس والمينيمم فورس. اول حاجه طبعا احنا بالعين عارفين ان الممبر اللي احنا شاورنا عليه ده هو تنشن ممبر، يعني المفروض لما نطلع الفورس في الاخر اكيد هتطلع نسبه كبيره منها ان هي هتطلع تنشن فورس مش هتطلع كومبريشن فورس. فدي اول حاجه انك تبقى طبعا تبقى متوقع الدياجونال بتاعك ده ايه الفورس اللي فيه الاوتبوت، هو الاوتبوت احنا متاكدين منه ان هو يطلع تنشن اكتر من ان هو يطلع كومبريشن فورس. طبعا هو هيطلع تنشن لان هو في اتجاه اللي زي ما احنا اتفقنا ان هو اتجاه تانجنت لاتجاه المومنت اللي هو بتاع كاميرا السيمبل بيم اللي احنا كنا قبل كده قررناها كتير دي. طيب خلينا بقى نبص على الانفلونس لاين بتاع الدياجونال ده. الدياجونال ده عشان تدرسه بيبقى ليه تو جوينتس، جوينت فوق وجوينت تحت. لو انا كنا رجعنا للكورس ستراكشر وجيت قلت لك يا باشمهندس عايزين نجيب الاسترينينج اكشن في او نجيب الرياكشن جوه الدياجونال ده، كنت بتيجي تاخد برضو سيكشن ميثود، يعني تيجي تقطع كده وتاخد قطع راسي. بس لما كنت بتيجي تاخد قطع راسي كنت بتاخد سميشن اوف واي بتساوي زيرو. ليه؟ لان انت هيبقى عندك هنا اكس وعندك هنا اكس ودوت ليه كومبوننت في الاكس والواي، فانت عندك الاكس صعب قوي انك تاخد اتزان اكس عشان مش هتعرف تطلع الاكسات بكام. فاسهل حاجه كنا بنيجي بعد ما ناخد السكشن الراسي ده كنا بنيجي ناخد سميشن الواي بتساوي زيرو للجزء بقى انا ادرس النص اليمين او النص الشمال بتاعي. طيب انا دلوقتي القطر بتاعي متحرك، يعني القطر بتاعي زي ما انتم شايفين كده ممكن يبقى الاربع عجلات هنا، ممكن الاربع عجلات يكونوا لسه على اول قطر وداخل، ممكن يكون هو كان هنا وبقى هنا، بقى الاربع عجلات هنا والديستريبيوت هنا، فهو حمله متحرك. فانا ما اقدرش ااكد هل الحمل عندي من الناحيه دي ولا الناحيه دي. طيب عشان نفترض، انا هفترض دلوقتي افتراض، ماشي الافتراض ده ركزوا فيه شويه. انا دلوقتي عايز ارسم انفلونس لاين للجزئيه لما يكون القطر واقف لحد النقطه بتاعه الدياجونال ده. يعني هفترض دلوقتي افتراضيه ان القطر بتاعي لسه داخل على الكوبري واول الاربع عجلات بس هنا ولسه ما كملش والحته دي لسه مش عليها اي لوده. افتراضيه هي مش مظبوطه شويه بس عشان تعرف الانفلونس لاين هيطلع ازاي دلوقتي. طيب يبقى انا دلوقتي هاجي اعمل ايه؟ هاخد هفترض ان انا عندي شويه ديستريبيوتد لود هنا، او حتى ما خلوها حاجه سهله، هنفترض ان في 1 طن بيجري على التراس ده. هفترض ان الواحد طن مثلا في الحته دي لسه ما عداش النص التاني بتاع الدياجونال ده. طيب لما يكون الواحد طن هنا هاجي اخد سميشن، هاخد سيكشن راسي كده واخد سميشن الواي بتساوي زيرو. طيب لما يجي هقطع كده هلاقي ان انا ممكن ادرس، يعني ممكن اجي اخد ادرس دي واعمل لها سميشن الواي بتساوي زيرو، او اخد الجنب التاني ده واخد السميشن اوف واي بتساوي زيرو. تمام. طب ايه الاسهل، هل اخد الجنب ده ولا الجنب ده؟ لو ركزنا شويه طبعا هنا 1 طن، 1 طن سهل، فطبعا 1 طن هتيجي تقول لي يا باشمهندس ما فرقتش لان ده 1 طن. هاجي اقول لك لا خلي بالك احنا بعد شويه عندنا 4 عجلات وكونسنتريتد، فاكيد هتستبعد انك تيجي تاخد سميشن الواي للجنب المعقد ده. يبقى انا الاسهل لي اروح ادور على الجنب اللي لسه القطر ما حملش عليه. طيب قبل ما اعمل الكيس دي، يعني انا بس اديتكم فكره تاني عشان اعيدها تاني بعد شويه عشان تثبت. طيب قبل ما اعمل الكيس دي انا هاجي اقول لك طب هل يا باشمهندس تعرفوا كده سريعا تقول لي الرياكشن دوت الانفلونس لاين بتاعه كام، والانفلونس لاين بتاع الرياكشن ده يعني لو سمينا الرياكشن ده بي والرياكشن ده اسمه ايه، وجينا تحت كده تحت الـ 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 المساله بتاعتنا دي عملنا تو انفلونس لاين، انفلونس لاين للرياكشن ايه ورياكشن لانفلونس لاين لبي، يعني واحد هسميه انفلونس لاين ايه وانفلونس لاين بي. هتيجي تقول لي دي سهله، دي اكتر حاجه عملناها خلال الترم اللي فات، كنا بنيجي نقول ان الواحد طن لو واقف فوق السبورت ده فهو هيحس بالواحد كله والتاني هيبقى بزيرو، فكنا بنوصل ده بزيرو. لو انا عايز احسب الرياكشن بتاع ده كنا بنطلع من عند ده 1 لو بنتكلم على بي وده بنوصله بزيرو. بس ده اول استنتاج استنتجناه دلوقتي. طيب تاني استنتاج زي ما احنا هنيجي نفترض انا عايز ارسم دلوقتي بقى الانفلونس لاين بتاع الدياجونال، هاجي ارسم الخط التالت. تمام اهو التالت اهو ده الخط التالت بتاعي وده السبورت وده السبورت. عايز افترض ان القطر بتاعي
واقف على الجزئيه ديت لسه، لسه ما دخلش على عداش النقطه بتاعت الدياجونال اللي انا بدرسه، يعني هو واقف قبل الايه الزحمه دي. فهاجي زي ما قلنا هنيجي ناخد سبمشن، يعني نيجي ناخد سيكشن ميثود ونقطع راسي، ونيجي ناخد سبمشن اوف واي بتساوي زيرو. هيبقى عندي يا اما ادرس النص اللي فيه القطر، يا اما النص اللي ما فيهوش القطر. طبعا الاسهل ادرس النص اللي ما فيهوش قطر. طيب احنا لما اجي اخد سبمشن اوف واي بتساوي زيرو، انا هفترض زي ما الدكتور بيفترض ان الالفا هي الزاويه اللي جوه دي، يعني ماشي شايف دي الالفا اللي هي بتاعتنا اللي احنا هنفترضها. انا عايز اخد سبمشن اوف واي بتساوي زيرو. طيب الرياكشن ده بيبص لفوق، ماشي خلي بالكم انا لما اقطع هنا ممكن نرسمها تحت، يعني خلينا نرسمها تحت. انا اهو بعد ما اقطع كده يا باشمهندسين عشان نشخبط براحتنا تحت، وبعد كده نطلع نكتب اللي احنا عايزينه فوق. ادي القطر اهو، وادي دي شويه الدياجونالز اللي قبلها. لو حسيت انك متلخبط ولا حاجه زي ما بقول لك ايه الموضوع سهل بعد شويه، بس ايه حاول تفهم الكونسيبت. ماشي ده الرياكشن ده سميناه احنا نعرف نجيبه، ده الرياكشن اللي اسمه ايه ار بي. تمام. طيب انا لما قطعت هيطلع ايه، هيظهر فورس في الممبر ده، فورس في الممبر ده، فورس في الممبر ده. خلينا نكبر اكتر عشان ايه يبقى كل حاجه واضحه قدامكم. ده كده ايه الرياكشن اللي احنا سميناه بيه، وده الفرصات هنا. خلاص انا هاجي هنا هاخد سميشن الواي بتساوي زيرو. ما عنديش اي احمال، الاحمال بتاعت القطر على النص التاني من الايه التراس. طيب علشان اخلي يحصل اتزان وسميشن الواي بتساوي زيرو، المفروض الممبر ده يبقى الفورس لما نقطع فيه الانترنال فورس تبقى باصه لتحت. يعني ايه تبقى كده ليه؟ لان انا لما احللها هحللها دلوقتي في اتجاه الواي واتجاه الاكس، مش مهم الاكس بالنسبه لي، انا هبص على الواي، ودي سميناها الالفا. يبقى الكومبوننت دي اسمها ايه يا باشمهندسين؟ الاف ساين الالفا. يبقى نقدر نقول هنا كده لو انا عايز اجيب الفورس في الممبر ده اقول الاف ساين الفا بتساوي مين؟ الرياكشن اللي هو اسمه ار بي. يبقى الاف بتاعتي هنا في الممبر ده هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ار بي على ساين الفا. يبقى انا كده عرفت اجيب الايه؟ الفورس اللي في الايه؟ الممبر بتاعي. يبقى انا لو جبت عارف الرياكشن بتاع السبورت اللي هو اسمه بي، وجيت قسمته على ساين الفا، احصل على الايه؟ الفورس في الممبر ده، او احصل على الجزئيه بتاعت الانفلونس لاين في الجزء ده. طيب خلي بالك من حاجه، الفورس ديت هتبقى كومبريشن ولا تنشن؟ انت خلي بالك السهم احنا قاطعين في الممبر والفورس فيه عامله كده، حد يعرف يقول لي دوت كده كومبريشن ولا تنشن؟ ده كده الانترنال، يبقى ده داخلي، يبقى خارجي بيحصل فيه ايه؟ ثانيه، يبقى الخارجي بيحصل فيه ايه؟ يعني انت لو عندك لينك ممبر كده يا باشمهندس والانترنال فورس من جوه بالسهم دوت عشان يحصل له اتزان، هتلاقي من بره بيحصل له ايه بقى كده؟ بيتضغط. يبقى القطر لما يكون واقف في اول جزئيه خالص ديت الدياجونال دوت بيحس بكمبريشن، يعني اول حته صغيره من القطر دي هيبقى فيها الفورس بتاعتك اللي في الدياجونال كومبريشن. طيب وقيمتها كام؟ هي بتساوي ار بي على ساين الفا. يعني ايه؟ انت مش اوريدي احنا قلنا كده هنيجي عند الجوينت البول ديت وننزل بخطوط كده، ممكن نعملها حتى خطوط دوتد. خطوط دوتد اهو، وده خطوط دوتد من الناحيه دي. ده كده ايه الحتت اللي احنا بندرس عندها. احنا هندرس درسنا اول حته اني حته دلوقتي، احنا بندرس كل ده تخيله عشان نضيف في الجزئيه دي بس. تمام. استنتجنا ايه في الجزئيه دي؟ ان الانفلونس لاين هو عباره عن ايه؟ ان هو عباره عن الرياكشن ار بي على ساين الفا. طب مش انا اوريدي اصلا عارف الار بي اهو، مش ده الانفلونس لاين بتاع ار بي؟ يبقى انا اجي عند الفاليو، شايفين القيمه الصغيره دي، اقسم الرقم ده على ساين الفا تاني واجي احطه هنا. يعني اجي هنا كده، بس انا هكبر السكيل شويه. طبعا انت لما تقسمه على ساين الفا هو هيكبر، لان الساين الفا هيبقى اصغر من واحد، فالرقم على اصغر من واحد هيطلع ايه؟ رقم اكبر يعني. تمام. وتيجي تنزل الفاليو، الفاليو دي يا باشمهندسين اللي انا جبتها ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ار بي اللي هي عند النقطه ديت على ساين إيه الفا، وقيمه الانفلونس لاين في الحته دي هعمل نيجاتيف. نيجاتيف يعني ايه؟ يعني الحته ديت الدياجونال هيحس بكمبريشن فورس. طيب لو جينا بصينا على ان احنا ننسى بقى اللي احنا عملناه ده ونيجي نحمل العكس، نيجي نوقف القطر عندنا في النص الثاني اليمين ده لحد النقطه ديت، يعني يقعد يتحرك براحته في الحته دي. الاسهل ادرس انهي جزء؟ الاسهل ادرس الجزء اللي بعيد عن زحمه القطر، مع ان احنا بنرسم ده يا باشمهندسين خلي بالك، بس انا هتغلب على الموضوع اروح للحته السهله. انا هاخد سميشن اوف واي بتساوي زيرو،
للجزئيه الواضحه بالنسبه لي. لما اجي اروح اخد ديت ونيجي تحت كده نكمل بقى الرسمه بتاعتنا، هتلاقي بقيه التراس ظهر هنا. انا هقول لكم طريقه سهله في الاخر، بس ايه خلينا ايه نمشي خطوه خطوه نفهم الانفلونس لاين ده اللي هتشوفوه بعد شويه ازاي طلع بالشكل ده، هو ده اثباته يعني عموما. ماشي، ده الرياكشن اللي احنا سميناه ايه؟ الار اي. واحنا هنا ده الفورس اللي احنا بندور عليها دلوقتي، الفورس ديت عشان يحصل اتزان لازم تكون الانترنال باصه لتحت، ليه؟ عشان لما احللها دلوقتي واقول ان هي اف برضه ساين الفا، تبقى تقدر نقول ان السمشن اوف واي بتساوي 0، يبقى الار اي بتساوي اف ساين الفا، يبقى الاف بتاعتك كام؟ يبقى الاف بتاعتك هي تاخد الرياكشن اللي هو بتاع ايه وتقسم الانفلونس لاين بتاعه على ساين الفا. طيب لما تكون الانترنال فورس في الممبر هو الدياجونال عامل كده اهو، والانترنال جواه بصه لجوه، يبقى اكيد اللي بره بيحصل له ايه؟ العكس، يبقى الممبر ده اللينك ده بيتشد لبره، يبقى في الحاله ديت ان القطر في الجزون دي هيبقى عامل تنشن على الدياجونال. يبقى انا لما اطلع فوق كده اخد ادور على الانفلونس لاين بتاع الار اي اهو، اجي عند النقطه الثانيه ديت اللي تحت دي اللي هي الحته اللي احنا هنوقف عندها الحمل، ونيجي ايه ننزل بقيمه. مش انا ليه نزلت بقيمه؟ لان هي طلعت تحت بالموجب ودي بالسالب، ممكن نرسمها فوق بس طبعا فوق ملهاش معنى عشان تقدر تحدد مين التنشن ومين الكومبريشن، فهنا عشان الاشاره مختلفه هنرسمها لتحت. هل ينفع يا باشمهندس اخلي السالب هو اللي تحت والتنشن اللي فوق؟ براحتك، المهم بس ايه تفصل الاثنين على بعض. هتيجي هنا تنزل بالفاليو، تاخد الفاليو ديت يا باشمهندس وتقسمها على ساين الفا وتيجي تشوف هتطلع كام، وتيجي توصل ما بين الايه النقطه دي والنقطه دي، تمام بالشكل ده، وتيجي يبقى دوت كده الدروب اللي عند البول الثانيه دي. طيب ما بين ده وده خلاص دي صعب نستنتجها، دي موضوع بقى معقده جدا ان احنا نقعد نثبتها. وصل ما بين النقطتين دول تحصل على شكل الانفلونس لاين بتاع الدياجونال ممبر، وتيجي تعمل دي بوست. يبقى انت فهمت ايه؟ ان القطر لما يبقى ماشي في الزون دي من الكوبري هيعمل تنشن على الدياجونال بتاعك، يجي يقف على الزون الصغيره دي هيعمل لك ايه؟ كومبريشن على على الدياجونال بتاعك. طيب انا في الامتحان هقعد اعمل كده يا باشمهندس؟ لا مش هتعمل كده خالص، انت فهمت الكونسبت، فهمت اللي احنا عملناه ده، ان هنا ديت ار على ساين الفا واللي فوق دي على ار بي ساين الفا. انت هتيجي تعمل ايه؟ الدكتور شاور لك على ده، خلي واحد تاني حتى اهو، هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تعمل خط كده يا باشمهندس، ده الانفلونس لاين بتاعك، وادي الانفلونس لاين السبورت بتاعك، تيجي من عند البول ديت وتعمل خط كده ليك عشان تعرف بس ده بدايه الممبر وده اخر الدياجونال اللي انت بتدرسه، يعني الجوينت اللي فوق ودي بدايه الجوينت، تمام؟ وتعالى كده على طول اعمل بخط دوتد زي ما انا هعمل كده، تعالى هنا عند فوق السبورت ده واقسم 1 على ساين الفا. يعني تعالى كده عند السبورت ده واطلع بقيمه 1 على ساين الفا، ومن الناحيه العكس ده الميرور بتاعه اعمل 1 على ساين الفا. يبقى اول حاجه هتيجي فوق كل سبورت وتيجي تعمل ايه؟ تعمل على الكالكوليتر 1 على ساين الفا من هنا وده 1 على ساين الفا من هنا، وتيجي تنزل الخطين دول. طيب بعد كده وصل مثلثات، ما انت عارف ان ده هيوصل بده، ده كده الانفلونس لاين بتاع ده وده الواحد ساين الفا بتاع ده. طيب بعد كده ابتدي دوس على الخطوط بقى. طيب ندوس على الخطوط ازاي؟ انا عايز مثلا اخلص الجزء اللي على اليمين ده اللي على الشمال، تمام؟ تعال شوف مين اللي ابتدي من زيرو، يعني اجي ادوس على الخط ده ولا ادوس على الخط ده؟ لا اكيد هبتدي اللي بيطلع من السبورت، لان احنا عارفين الانفلونس لاين لازم يطلع من السبورت، يبقى انا اجي ادوس على الحته ديت. بالنسبه للنص الثاني ده برده نفس الكلام، اجي اشوف مين اللي بيبتدي طالع من السبورت، ده اللي بيطلع من السبورت يبقى اجي ادوس على ده. طيب ما بين ده وده خلاص يبقى ايه؟ اوصل الاثنين دول. طيب عايز اعرف مين التنشن ومين الكومبريشن؟ انت عارف ان الدياجونال ده في الحقيقه هو تنشن ممبر، فالاريا الكبيره افرضها تنشن والاريا الصغيره هي اللي هتبقى كومبريشن زون. هتلاقيك حصلت بالظبط على اللي احنا كنا قاعدين نستنتجه بقى لنا 5 دقائق من شويه، تمام؟ يبقى تاني كده نجرب على واحد تاني عشان الموضوع يثبت. هتيجي تعمل ايه؟ نجرب واحد تاني كده ابلكيشن سريع. نفترض مثلا ان ده كان دبليو تراس، نعكس ده مثلا كده والدكتور شاور على دوت. طيب هتيجي تعمل ايه؟ نفس الكلام، هتيجي اول حاجه زي ما تاني بناكد تاني المعلومه اهو، هتيجي تعمل اول حاجه الخط بتاعك اللي انت ترسم عليه الانفلونس لاين، وحاول تعمله بسكيل عشان ما تتعبش بعد شويه، لان احنا هنقعد نقيس عليه بعد شويه، فانت ارسمه في السكتش عندك بسكيل. طيب بعد كده تعالى اعمل دوتد لاين، اطلع هنا بواحد على ساين الالفا واطلع هنا بواحد على ساين الالفا، ووصل ده بالفاليو بالزيرو ووصل ده
بالزاويه بالزيرو، مش فارق معايا يعني، مره انا طلعت من هنا من فوق وهنا نزلت من تحت، مش فارق معايا الاتجاهات، تمام؟ وتعالى عند الممبر ده انزل بخط دوتد كده وانزل بخط دوتد، يبقى ده البولز بتاعت الدياجونالز بتاعتك. وبعد كده ابتدي حدد مين الخطوط اللي هتبتدي تدوس عليها. هدوس على انهي خطوط؟ هدوس على الخطوط اللي طالعه من الزيرو، من الناحيه اليمين ديت، مين اللي طالع من الزيرو؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ لا اللي تحت، يبقى ادوس على ده. طيب الناحيه الثانيه مين اللي طالع من الزيرو؟ هو ده، اجي ادوس على ده، وما بين ده وده اوصل. طيب الممبر ده في الحقيقه ده اكيد كومبريشن لانه عكس اتجاه التانجنت بتاعت المومنت، يبقى المثلث الكبير هو هنا المره دي اللي هيبقى نيجاتيف، المثلث الصغير هو اللي هيبقى ايه؟ بوزيتيف. يبقى الدياجونال ممبر يا باشمهندسين زي ما احنا شفنا كده ده الاثبات، يعني انت عايز بقى نسيت في الامتحان والدنيا ضاعت ومش عارف تجيب تعمله بالشكل ده، ممكن تستنتجه زي ما انا قلت بالطريقه دي، بس الطريقه دي صراحه بتاخد وقت. فانت خلاص افهم الكونسبت عشان بعد كده لو حد سألك عايز تبقى فاهم ايه اللي انت بتعمله، ويفضل تبقى على طول فاهم انت شغال وبتعمل ليه، بتطلع واحد ساين الفا وتوصل وخلاص، لا لازم تبقى فاهم الكونسبت بتاعه. طيب اخر حاجه بقى عندنا في الدياجونالز ان احنا نبتدي نوقف الاحمال، بس هنا في الدياجونالز برضو في تركه تانيه، ان انا عندي مثلث بوزيتيف ومثلث نيجاتيف. هاجي اقول لك كده كده في حاله الديد لود، يعني احنا لو بنتكلم على شريحه الديد لود، الديد لود ما فيهوش حالات تحميل، ما ينفعش تيجي تقول يا باشمهندس هنا هاجي اوقف على المثلث الكبير واسيب المثلث الصغير من غير حمل، لا الديد لود لازم يتحمل من على اول الكوبري لاخر الكوبري. يبقى انت هتيجي كده هتيجي تقول الاف ديد بتاعتك تضرب اليونيفورم لود ده في اريه المثلث الكبير، وبعد كده تطرح منه اريه المثلث الصغير ده وتشوف مين اللي هيكسب. لو التنشن كسب هتيجي تقول والله يا دكتور ان في الاخر الفورس طلعت بالبوزيتيف، لو التنشن هو اللي كسب. لو الكومبريشن اللي كسب هتيجي تقول له لا يا دكتور ده الايه الفورس نتيجه الديد هتطلع بالكومبريشن، تمام؟ علشان كده احنا حاطين الاشارات دي، الاشارات دي عشان تعرف في الاخر الفورس هتطلع هل هي تنشن ولا كومبريشن. فانت هتشوف مين المثلث طبعا بالعين كده، ده اكيد ان تراس فده تنشن، فاكيد بعد ما تطرح حتى الاريا ديت هيطلع في الاخر تنشن ممبر، تمام؟ فالدياجونال انت اوريدي عارف ان الفورس هتطلع ايه في الاخر يعني. طيب بالنسبه للاف لايف بقى، الاف لايف دي بقى ليها حالات تحميل، ليه؟ مره هحمل اني مره هحمل المثلث الكبير ومره هحمل المثلث الصغير، مش من مصلحتي احمل الكوبري كله، يعني مش من مصلحتي اقول ان القطر ماشي على الكوبري ده كله، فهاجي مره اقول اف لايف ماكسيمم مثلا او اف لايف بوزيتيف اللي هي تطلع لي ماكسيمم تنشن فورس. يعني ايه؟ هاجي احمل كده، هاجي ده دي الجزء اللي هحمله بس. طبعا هتيجي تقول لي يا باشمهندس احط اعلى عجله ازاي؟ اقول لك براحتك على حسب ميول الخط. غالبا في الدياجونالز الاحسن تحطهم بالترتيب، لان انت لو حطيت الرابعه دي من هنا هتلاقي الدروب ده قاسي جدا، بينزل بسرعه جدا، فالاحسن الرابعه تبقى من الاتجاه اليمين. طبعا انت مش متاكد، قيس قيس شوف لو الرابعه جت هنا من كام، لو الرابعه هنا جت منين، وخد الاكبر بعينيك، حتى مش شرط تقعد تقيسها بالمسطره. وتيجي تحمل هنا الحته اليونيفورم وتحمل هنا الحته الايه؟ اليونيفورم بتاعت الكوبري ده، وتحمل بس المثلث البوزيتيف وتطلع الفورس، الفورس دي اكيد هتطلع ايه؟ تنشن فورس. فانت تيجي حتى تكتب جنبها ايه؟ تنشن فورس بالشكل اللي انا كتبته ده. خلي بالك والامباكت بتاعها هيبقى مختلف، فتيجي كمان تحسب الواحد زائد امباكت بتاعها. ليه؟ لان الواحد زائد امباكت لما تيجي ترجع بقى للمعادله بتاعت ال اي، ال اي بتاعتك هي الزون اللي انت حملتها بس اللي هي دي، فدي هتبقى ال اي بتاعتك، تيجي تحسبها. عشان كده بقول لك ارسم البتاع دي بسكتش بسكيل في علشان تقدر تطلع الاطوال دي كلها بسهوله، ما تقعدش بقى تعمل تشابه مثلثات وتقعد تضيع وقت في الكلام ده. يبقى انت هتيجي تعمل ايه يا باشمهندس؟ الديد هتحمل كله وده كده كده ما فيهوش امباكت، اللايف هتحمل مره المثلث الكبير وتحسب الامباكت بتاع البوزيتيف فارت. طيب بعد شويه هتيجي تحمل تحميله ثانيه للمثلث الصغير ده، توقف برده تشوف كفه الاربع عربيات كفت حاجه خرجت بره خلاص، وتحط اليونيفورم لود، وهنا ممكن يكفي يونيفورم ما يكفيش براحتك، وتحسب الاف الثانيه اللي هي ايه؟ الاف لايف بس بالنيجاتيف، حتى تكتب جنبها كده نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني دي كومبريشن فورس، وتحسب برضو الايه؟ الواحد زائد امباكت بتاعها. الامباكت هو عباره عن ايه هنا؟ لما تيجي تعوض هتعوض بالال اي، هي طول المثلث بتاع الايه؟ الحته اللي انت حملتها. طيب بعد كده عايز اجيب الماكسيمم ستريننج اكشن، هاجي اقول الاف ماكسيمم. الاف ماكسيمم ان انا اعمل ايه؟ هاجي اضرب بقى الفاكتور بتاعي 1.35 الاف ديد. طبعا مين اخد في مين في دول؟ ده بوزيتيف، الديد هنا اللي بيحدد لك، هو بيقول لك انا تنشن ممبر، فانت لو عايز تجيب ماكسيمم فورس خد معايا التنشن الثاني، ما تاخدش طبعا الاف ال نيجاتيف. يبقى انا لمصلحتي لما اجي اجمع هاخد الاف ال اللي هو قيمته بالبوزيتيف،
علشان ازود البوستيف فورس عليه، ولما اجي اضرب الامباكت اضرب الامباكت بتاعته، ما اتلخبطش في الحته دي وما انساش اضرب في 1.35. طب بالنسبه بقى للاف مينيمم، الاف مينيمم كده كده وانت مغمض عينك لازم يكون في ديد، يعني ما ينفعش حد يجي يقول لي يا باشمهندس ده الديد بالبوستيف ده هيقلل لي، لا بس هو الكوبري عليه ديد، فالمينيمم لازم يكون ديد. بعد كده تزود عليه ايه بقى؟ تشوف والله الاف لايف دوت لقيته ممكن يقلب الاشاره، فهو مور كريتيكال تاخده، يعني انت تيجي هنا تقول الاف ديد هنا ناقص الفورس بقى بتاعت الاف ال نيجاتيف، او تاخدها باشارتها وتطرح الفاليو دي، لان دي تنشن ودي كومبريشن، فانت هتشوف مين اللي هيكسب في الاخر، هو دوت اللي هيسيطر على الكوست بتاع الاف مينيمم. يعني الاف ماكسيمم انت عارف ان هو هيطلع ببوزيتيف، الاف مينيمم انت وحظك، ممكن النيجاتيف دوت يغلب، لو غلب يبقى الفرصه تطلع كومبريشن، لو الديد طلع اكبر من يعني بالارقام ده، ده مثلا طلع 20 طن يا باشمهندسين والكومبريشن ده طلع ناقص 10، ماشي؟ يعني ايه 20 طبعا لما تيجي تضربها في 1.35 زائد ناقص 10 في 1.35، هتلاقي ان تاثير ال 20 اكبر، يبقى كده الفرصه اللي هتطلع طلعت بالموجب، يبقى طلعت عندنا ان الاف مينيمم برضو تنشن ممبر. لو قلبت هتيجي تقول للدكتور دوت ان هو هيطلع كومبريشن وقيمته كام، وتيجي تسيب الاشاره، فانت الاشاره اللي بتحددها هنا دي هي اشاره الفورس بتاعتك، هل هي تنشن ولا كومبريشن، فما تقعدش تتلخبط وتيجي هنا ايه، في ناس بتتلخبط يقول يحط ناقص ويقوم حاطط تاني ناقص جوه الاف نيجاتيف، لا خلاص انت ممكن تسيب دي على طول بوزيتيف وتعوض كل واحد باشارته، يعني ايه ده جواه بالسالب اتعوض هنا بالسالب، وتشوف القوس في الاخر مين اللي هيكسب فيهم، هو دوت اللي هيحدد هل الممبر بتاعك تنشن ولا كومبريشن. تمام، يبقى انت خلي بالك في الدياجونال بيبقى في حالتين تحميل لللايف، لان انت عندك مثلثين، المثلثين دول شفنا ازاي بنحدد اشارتهم، وبتبتدي تحسب امباكت فاكتور لكل زون لوحدها، وتقعد تجمع التشكيله ديت علشان الاسبوع الجاي ان شاء الله واحنا بنعمل ديزاين هتفرق معانا وهنستخدمها كتير، الاف ماكسيمم والاف مينيمم معانا. تمام كده، نخش بقى في ايه التوبيك التالت، وهو اخر واحد عندنا النهارده ان شاء الله، اللي هو الفيرتيكال. طيب الفيرتيكال الحمد لله هو اسهل واحد في الانفلونس لاينز كلها، ليه؟ لان هو بيعتمد على الدياجونال، يعني انت عشان تعرف تحسب الفورس في الفيرتيكال بتاعك محتاج تبقى عارف الفورس في الدياجونال ازاي، يعني تبقى جايب الدياجونال قبليه. طيب ليه الكلام ده؟ يعني احنا هنفترض دلوقتي، ودي اول كيس اهو نتكلم عليها، ان بدات الديك يفرق عن البوني او يفرق عن الثرو، يعني زي ما قلنا في الدياجونال او الابر او اللور، الكوبري بتاعك ديك، الكوبري بتاعك بوني، الكوبري بتاعك ثرو، معمول دبليو، معمول ان، مش هيفرق معاك اي حاجه في القواعد اللي احنا اكدنا عليها في السلايدز اللي فاتت. لا في حاله الفيرتيكال هتفرق، وهتعرفه هتفرق ليه، يعني انت لوحدك انت لما تيجي تعملها في الامتحان هتاخد بالك من النقطه دي. طيب ليه؟ الديك بريدج انت عندك الكروس جيردرز كلها فوق، ودي هتفرق معانا في واحنا بنجيب الدايجرام، فانت تخلي بالك هنا ان كل دول هيبقى عندهم كروس جيردرز، حتى نيجي نرسمهم علشان ناكد المعلومه. طيب الدكتور في الامتحان جه شاور لك يا باشمهندس قال لك هات الفيرتيكال ده. طيب اول حاجه انت متوقع الفيرتيكال ده يطلع كومبريشن ولا تنشن، تعرفها ازاي؟ هقول لك تعرفها عن طريق الدياجونال، لان انت عارف لو انت معاك الفورس في الدياجونال وجيت خدت اتزان جوينت اللي هي سميشن اوف واي بتساوي زيرو، هتعرف على طول الفورس ده هتطلع بكام. يبقى احنا هنا الفيرتيكالز امرها سهل، ليه؟ ان انت هتقدر تيجي تاخد سميشن اوف واي عند اي جوينت بقى، ما نقعدش بقى ناخد نقطع ولا نوقف القطر يمين ولا شمال، لا احنا ممكن نيجي ناخد اتزان الجوينت ونجيب على طول سميشن اوف واي ونجيب الفورس. طيب عموما كده معلومه ليكو، لو انت عندك على طول يعني الفيرتيكال عكس الدياجونال، طول ما الدياجونال بوزيتيف الفيرتيكال عكسه كومبريشن. طيب ازاي الكلام ده؟ تعالوا كده لو خدنا سيكشن سريع كده بسرعه هنا في تراس، ده ان تراس اهو تمام، واحنا عارفين ان الان تراس الدياجونالز اكترها ان هي بتطلع الكيس الماكسيمم انها تطلع بوزيتيف فورس يعني. طيب لو ده بوزيتيف معناه ايه؟ يعني الانترنال فورس جواه عامله كده صح؟ طيب انا عايز اجيب الفورس في الفيرتيكال ده اللي احنا بنشاور عليه، هاجي اخد هنا عند النقطه اللي فوق دي سميشن الواي بتساوي زيرو تمام. يبقى عشان الفورس ديت لما تيجي تتحلل بعد شويه هتيجي تتحللها كده، الدياجونال دوت او قصدي الفيرتيكال ده المفروض يبقى عكسه، يبقى انت المفروض عشان يبقى عكس دوت يبقى ده في اتجاه اللي فوق، بدل دوت فوق كده يبقى انت الفيرتيكال ممبر اكنه بيحصل له ايه؟ كومبريشن. فانت طول ما ده تنشن او الدياجونال ده الدياجونال على طول عكس الفيرتيكال، فانت اعرف الدياجونال فيه ايه والفيرتيكال هيبقى العكس بتاعه على طول. طيب ده ميزه في ايه يا باشمهندس؟ هيجي اقول لك خلاص
مش انت في السلايد اللي فاتت قلنا ازاي نحسب الانفلا، ازاي نجيب الفورسز، وعملنا جبنا الاف ماكسيمم بتاع المنبر ده وجبنا الاف مينيمم بتاعته. هاجي اقول لك على طول كده، عايز تجيب الدايجونال الفيرتيكال ده هتيجي تعمل ايه؟ اول حاجه تعالى اخد اتزان جوينت. طيب لما اجي اخد اتزان جوينت، انا عندي الفيرتيكال ده في جوينت من فوق وفي جوينت من تحت. لو انا خدت اللي فوق لازم اخد في اعتباراتي كروس جيردر. كروس جيردر دي ليها رياكشن وطبعا هتخش في مواضيع صعبه مش هنعرف نطلع منها. يبقى انت على طول لما تيجي تاخد اتزان جوينت لاي فيرتيكال الدكتور مشاور، دور على النقطه اللي ما فيهاش كروس جيردر، يبقى النقطه اللي تحت هي الاحسن من النقطه اللي فوق. طيب النقطه اللي تحت ديت نجيبها ازاي؟ هتيجي تقول يا باشمهندس يبقى انا عشان اعرف الفيرتيكال بتاع المنبر ده يبقى انا محتاج اعرف الفورس في المنبر ده. يبقى لو انا عرفت الاف ماكسيمم بتاع المنبر ده اللي هو الدياجونال ده بكام، والاف مينيمم عندنا بكام، اقدر على طول اجي اقول ان بالتحليل لو ديت الزاويه بتاعتي الفا، لو اللي احنا زي ما سميناها من شويه، يبقى اكيد الاف بتاعت الفيرتيكال دوت الماكسيمم هي عباره عن ايه؟ ناخد بتاعت الدياجونال اللي هي الماكسيمم برضو ونضربها في كام؟ نضربها هنا في هنا دي الالفا، يبقى نضربها في ساين الالفا. طب خلي بالك من حاجه، ابقى حط انت بقى اشاره، يعني انت عارف الدياجونال ده كان طالع بوزيتيف، يعني حط انت حتى ممكن تحط سالب من بره عكس الاشاره. لو هو كان سالب هيبقى تقلب موجب، لو هو كان موجب يقلب سالب، وتخلي بالك ان الاشاره بتاعته هتبقى عكس الدياجونال وتكتب كام طن. طيب الاف مينيمم بتاعت الفيرتيكال هتيجي تاخد عكس الايه الطريقه برضه، هتيجي تقول ايه هو اف الدياجونال مينيمم عكس الاشاره بتاعته وتضربها في ساين الفا، تقدر تجيب الفورس بسرعه كام بتاعته طن. يبقى الفيرتيكال زي ما انتم شايفين كده مش هياخد منك دقيقه. يبقى انت هو الميزه الفيرتيكال لو الدكتور طلبه غالبا هتلاقي فيه قبليه مطلوب للدياجونال. طيب لو ما طلبهوش، يعني لو ما كانش فيه دياجونال، هتضطر تعمل الدياجونال بسرعه وتجيب التحليل بتاعه، هو ده هيبقى الفورس بتاعت الفيرتيكال بتاعته. تمام، بس غالبا الدكتور لما بيجي حاجه زي كده بيبقى طالب قبلها الدياجونال، او ساعات بيبقى في الامتحان مديك الفورس جاهزه بحيث انك ايه تحللها بس ويشوفك واخد بالك من النقطه دي. قبل كده يعني قبل كده جت في ميد ترم ولا حاجه اداهم الفورس في الدياجونالز وطلب ديزاين برضو كونيكت وساب لهم الفيرتيكال ده لوحده. فطبعا ايه مش محتاج انك تقعد تعمل انفلونس ولا حاجه، انفلونس ولا حاجه، انت خلاص هو مديك الفورسز جاهزه هنا، حلل على طول وجيب الاف فيرتيكال بتاع دي. طيب الدكتور طلب ده خلاص هندور، قصدي طلب الفيرتيكال ده مثلا، هنيجي نعمل ايه؟ الفيرتيكال دوت من فوق مش صعب ندرسه علشان فيه كروس جردن، يبقى انا هدرسه من تحت. يبقى انا لما ادرسه من تحت ادور على الفورس في الممبر بتاع الدياجونال ده وهكذا. طيب الدكتور طلب اللي في نص التراس ده نعملها ازاي؟ ده فيرتيكال الى حد ما مختلف. الفيرتيكال ده لو درسناه من فوق في كروس جيردر مش هينفع ندرسه، طب من تحت ده في تقاطع دياجونال، طب انا هجيب بقى ده ولا اجيب ده؟ الموضوع هيبقى ايه؟ صعب جدا. فلو احنا ركزنا شويه، لو خدنا دقيقتين بالظبط، المفروض الانفلونس الفورس في الممبر ده هو رياكشن مين؟ الكروس جيردر. يبقى انا لو انا عايز اجيب بسرعه كده الفيرتيكال اللي في نص التراس ده بسرعه، هاجي اقول ايه؟ هاجي اهو نمسح حتى الكلام ده، خلاص ده مش مستاهل ان احنا ناكد عليه، مش مهم خلاص. تعالوا نشوف الكيس دي، الكيس ديت اللي هو لو الفيرتيكال في نص التراس بالظبط، هتيجي تعمل ايه؟ هتقول هي عباره عن ايه؟ عباره عن سبورت هنا وسبورت هنا وسبورت هنا. تمام؟ ده الشكل الشريحه بتاعتك، لان هو الفيرتيكال ده مش هيحس باللود اللي هنا وهنا. طبعا لو في لود هنا عمره ما يحس بحاجه، هو فيرتيكال اصلا هو رياكشن الكروس جيردر، فالكروس جيردر دي مش هتسمع الا في الحته اللي قدامها بس، الباكيه اللي قدامها والباكيه اللي وراها. طبعا لو في عربيه هنا او في حاجه عمر الفيرتيكال ده ما يلقط حاجه منها. تمام؟ طيب وبعد كده هتوقف، عشان احنا من شويه كنا جايبين شريحه الديد، وقف مره شريحه الديد وجيب الانفلونس لاين. طب الانفلونس لاين يا باشمهندس بتاع ده ازاي؟ ده سهل جدا، كنا بنيجي نقول ايه ده رياكشن، انزل هنا بواحد ووصل ده بزيرو، وصل ده بزيرو وجيب الفورس نتيجه الديد بسرعه بكام؟ اضرب دي في الاريا. طيب بالنسبه لللايف خلاص براحتك، وقف تاني عجله غالبا هتبقى هي الكريتيكال، وتحط هنا الثلاثه التانيين والرابعه من هنا، وحط اليونيفورم لود وحط اليونيفورم لود. طيب قيمه الارقام دي كام يا باشمهندس؟ الارقام ديت اللي هي برضو 12 ونص في الاربعه في الار، ودي اربعه في الار بتاعتها. شوف بقى انت بتدرس اني كيس بتاعتك، هل هو سنجل ولا تريبل ولا دبل، عشان تحط الاحمال دي صح، وتجيب الاف لايف. خلاص يبقى انا كده معايا الاف ديد، معايا الاف لايف، انا عامل لود كومبينيشن 1.35 الديد زائد 1.3 اف اللايف. بس نخلي بالنا الامباكت هنا كام؟
اللي هي الحته اللي انت محملها من الفيرتيكال بتاعك. فانت وانت بتعوض بالال اي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اثنين الاي او اثنين بانل لينس بتوع التراس. يبقى الفيرتيكال الوحيد اللي انت مش هتعرف تجيبه من تحليل الزوايا هو الفيرتيكال اللي في نص التراس بالظبط، تمام؟ هي هو ده اللي انت مش هتقدر، محتاج انك تعمل شريحه لوحده وتجيب الايه، تجيب اسمها ايه، الكروس جيردر الاول، او هي شبه الكروس جيردر. يعني على فكره لو انت رحت قارنته شويه مع الكروس جيردر ممكن تلاقي هو رياكشن الكروس جيردر، لان هو رياكشن الكروس جيردر بالظبط هو اللي هيروح على الفيرتيكال ده. فانت حلها كده وشوف فعلا هل هيطلع نفس الرياكشن بتاع الكروس جيردر ولا مش هيطلع نفس رياكشن الكروس جيردر، تمام؟ ده كده الفيرتيكال اللي في النص. طيب اي فيرتيكال تاني خلاص زي ما اتفقنا هندرسه من الناحيه اللي فيها الايه، الدياجونال مش ما عندوش كروس جيردر فيها، تمام؟ طيب بالنسبه لاول واحد واخر واحد دول سهلين برضو، دول اللي هم ايه، هم اصلا الرياكشن بتاع الكوبري. يعني لو الدكتور طلب منك اول واحد واخر واحد انت لو جبت الرياكشن يبقى خلاص جبت ده. طب ازاي اجيب الرياكشن بتاع اول الكوبري واخر الكوبري؟ هتيجي كده ادي ادي الانفلونس لاين بتاع، فاكرين الرياكشن ده اسهل واحد، كنا بنطلع بواحد ونوصل بايه يا باشمهندسين؟ بزيرو. خلاص يبقى انا خلاص اوقف الاحمال ازاي؟ هوقف الاحمال بالترتيب هنا اهو، القطر بتاع الاربعه والديستريبيوتد، واجيب الانفلونس، اجيب الاف ديد مره احمل المثلث ده كله، ومره اجيب الاف لايف، واجيب الـ اسمه ايه الرياكشن ده، لان الرياكشن بتاع الكوبري هو الفورس ده. فانت لو جبت الرياكشن خلاص اعكسه على طول على الممبر ده، وطبعا هيبقى ايه، اكيد كومبريشن فورس برضو. يعني انت بالعين كده الممبر ده هيبقى كومبريشن لما تطلع الاف ديد والاف لايف، خلي بالك الاشاره بتاعته هتبقى كومبريشن. يبقى ده في حاله الديك. طيب ايه اللي هيفرق لو هو بني؟ هو نفس الكيس بس ايه العكس. خلينا نتكلم لو هو بني، انا ما عملتش حاجه للبني. طب ممكن نشوف سلايد تانية او الفيرتيكال في البني، البني او الثرو هيبقى بدل الكروس جيردرز بقت فوق بقت تحت. يمكن البوني في ميزه وهنشوفها دلوقتي، عايز اجيب الفيرتيكال ده خلاص ادور على الجوينت اللي فوق هنا، بقى ادور على الجوينت، يبقى انا محتاج اجيب ده. الدكتور طلب اول فيرتيكال ده خلاص انا معايا اتزان ده من الجوينت ده، مش محتاج حتى اجيب الرياكشن، انا اجيب الانفلونس لاين بتاع ده وخلاص. طيب طلب الفيرتيكال اللي في النص ده، ده طبعا ده يا ريت يجيبه الدكتور. ليه؟ لان ده زيرو ممبر. خلي بالك ده الممبر اللي في نص التراس ده زيرو ممبر. هتقول لي ازاي يا باشمهندس عرفت؟ هاجي اقول لك هنا فوق هنا مفيش فورس، مفيش هنا اي حاجه اتزان الجوينت ده، لو في فورس مين اللي هيتزن معاه؟ مفيش حاجه هتتزن معاه. امال الفورسز في مين؟ هتلاقي الدياجونال ده بيطير الفورس ده، فبيطلع السمشن بتاعهم الواي بتساوي زيرو. يعني الكروس جيردر ده الرياكشن بتاعه مين اللي بيتزن معاه؟ بيتزن مع الفيرتيكال او الدياجونال دي. فخلي بالك في حاله البوني بريدج او الثرو بريدج الفيرتيكال في النص ده زيرو ايه ممبر، مش ايه ممبر ولا تنشن ولا كومبريشن. ففي حاله البوني بريدج الفيرتيكال اسهل بكتير من الديك، لان في النص كان قعدنا عملنا له شريحه واللي على الطرف عملنا له رياكشن، فكان الموضوع اكتر كومبليكيتد عن البوني بريدج. طيب لو هو دبليو تراس، لو هو دبليو تراس ومعمول ديك بريدج، يبقى احنا الديك بريدج عارفين ان الكروس جيردرز كلها فوق. خلينا طيب نبتدي بالبوني الاول. يعني عايز اكد لكم ان الموضوع بقى خلاص، بقى انتوا بداتوا تربطوا المواضيع مع بعض. انتوا لو حليتوا بس مساله بحالها انفلس لاين لكل حاجه، وهتتاكدوا بعد كده ان الموضوع ما فيهوش اي حاجه. طيب الدكتور طلب مثلا الفيرتيكال ده، يبقى الفيرتيكال ده هنا بقى صعب في الدبليو انك تقعد تاخد اتزان جوينت، انت عندك هنا دياجونال ودياجونال، يبقى هتعمل ايه الطريقه الثانيه اللي احنا عملناها في الفيرتيكال في حاله الديك بريدج؟ هتيجي تاخد شريحه ان كل فيرتيكال من دول هيبقى شايل المسافه دي اللي هي شريحه رياكشن كروس جيردر، وتيجي مره توقف اليونيفورم لود بتاع الديد زي ما قلنا، والانفلونس لاين هنا بواحد وده بزيرو، والامباكت فاكتور او اللينس بتاع الامباكت فاكتور هي طول ده. طيب ميزه ان الورن هنا طبعا ان التنشن بتاع ده هو ده، مش محتاج بقى تحسب الفيرتيكالز دول، فالفيرتيكالز كلها انت هتحلها في مره واحده من عندك، تمام؟ طيب الفورس فيه تبقى ايه؟ ده من غير حتى ما حد تيجي يسالك، اهو الاي ديت بتحاول تشده لتحت، يبقى اكيد الفورس فيه تنشن فورس كاستنتاج سريع. طيب في فيرتيكالز هنا زيرو ممبر، ده الوارن ده في اكتر حاجه، ده زيرو ممبر لانه فوق هنا ما فيش اتزان لجوينت، هنا فوق اهو ده زيرو،
ده زيرو وده زيرو، يبقى انت الناس اللي عندها دبليو تراس تقدر تحلوا الفيرتيكال دوت ان هو عندهم معظم الفيرتيكال زيرو والفيرتيكال الثانيه هي كلها بتساوي بعض، وتقدر تجيب الفاليو بتاعتها. طيب بالنسبه لاول فيرتيكال، ده اول فيرتيكال ده الوحيد اللي تقدر تعمله اتزان من الدياجونال بتاعك، لان انت هنا في الحاله دي تعرف تعمل اتزان والموضوع هيبقى اسهل. طيب الكوبري ده كان دبليو بس الدكتور قال طلبوا مننا ديك بريدج، خلاص يعني احنا قاعدين بنأكد على المعلومات وهتلاقوا الكيسز بدأت تتكرر، يعني بقت الكاميرات دي كلها فوق خلاص. نفس الكلام هتلاقي في ممبرز اكيد زيرو ممبر وفي اكيد ممبرز كلها بتساوي بعض. مين الزيرو ممبرز؟ زيرو ممبرز هنا اهو، مفيش هنا احمال، ده لو بفورس مين اللي هيساويه؟ يبقى ده لازم يطلع زيرو ممبر، ده لازم يطلع زيرو ممبر، ده لازم. هتيجي تقول لي مش طب الكروس جدر وزنها بيروح فين؟ بيروح على الدياجونال ده ويروح على الدياجونال ده، ده اللي بيعملوا لهم اتزان. تمام؟ يبقى دول كده الزيرو ممبرز. طيب بالنسبه للتانيين دول اللي هو ده، دي هنجيبه ازاي؟ ده خلاص هتيجي تاخد شريحه زي ما احنا قلنا ثلاث سبورتات وتنزل بانفلونس لاين قيمته واحد وتوصل بالزيرو والزيرو وتوقف مره الديد وتوقف مره اللايف، وهتلاقي ان الفورس هنا هي الفورس بتاعت ده، هو هو نفس الفورس بتاع ده، هو نفس الفورس بتاعه. طيب اول الكوبري واخر الكوبري ده عامل شبه مين؟ ده شبه بقى اللي احنا قلناها، ده هو الرياكشن بتاع التراس بتاعك، فده تعمل انفلونس لاين لرياكشن اللي هو ده، توصل ده بواحد وده بالزيرو ويتوقف بقى نفس الكلام اللي احنا قررناه قبل كده. يبقى انت ما تحفظ، لو قعدت تحفظ يا باشمهندس والله الكيسز دي هتتعب جدا، فانت لازم يكون عندك ايه سنس سريع كده ازاي تلقط ايه الفكره ومين الزيرو ممبر، وادرس من فوق ولا ادرس من تحت، ولا الجوينت دي من الاول ولا الجوينت دي من الاخر، هتلاقي الموضوع بقى سيمبل اكتر. لان انت لو قعدت تعمل كل قاعده لكل حاجه قاعده، مش هتلاقي القاعده دي تمشي على كل الكيس، لان احنا عندنا مره ممكن دبليو، ممكن يكون ان، ممكن يكون ديك، ممكن يكون بوني، ممكن يكون ثرو، فعندنا احتماليات كتير ان هو ممكن حاجتين تيجي مع بعض، فصعب ايه نلمهم في حاجه واحده. تمام؟ ده كده الفيرتيكال ميمبرز. تمام؟